المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائما الهام شمال جسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي الهام شمال. أكيد وصفة اليوم البنات غادي تكون وصفة بخصوص تخسيس البطن، التخلص من الوزن الزائد بواسطة وصفة سحرية اللي إن شاء الله غادي تكون علاج موضعي، يعني غندهنوها على أي منطقة في الخارج، في أي منطقة، يعني سواء البطن، الأرض، في الجوانب، يعني أي منطقة بغينا نزولوا منها الوزن الزائد فغادي نطبقوا عليها هذه الوصفة، هذه نعملوا مساج خفيف طريف وان شاء الله نتخلصوا من الوزن الزائد في ظرف 3 ايام فقط، ولكن 3 ديال الايام على التوالي ولا 3 ديال الايام متتاليه، اي يوم ورا يوم ورا يوم ان شاء الله، باش هكذا تحصلوا على النتيجه المطلوبه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه اقل ما يقال عليها انها رائعه البنات، مفيده، نتمنى غير انكم تجربوها وتبقوا مستمرين عليها المده على الاقل ديال 3 ديال الايام كما قلت لكم، و يعني تكتشفوا النتيجه قبل وبعد. فنرحب بالبنات، نرحب بالسيدات، يعني مرحبا بكم في القناة، إذا كنتوا أول مرة غتكتشفوا هاد القناة وأول مرة غتشاهدوا هاد الفيديو فمرحبا بكم. ما تنسوناش بواحد بيك لايك لهاد الفيديو، زر لايك موجود أسفل الفيديو، أيضا تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، وأيضا ضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وأي فيديو إن شاء الله حطيته ولا نزلته في القناة تفرجوا فيه نتوما الولا وتشاهدوه نتوما الولا أكيد. ونرحب بتعليقاتكم، باستفساراتكم، الأسئلة ديالكم، يعني أي تساؤل ما جاوبت عليه في هذا الفيديو فمرحبا به في خانة التعليقات، الاقتراحات الفيديوهات قادمة اللي ملا في أي وصفة طبيعية بغيتو، يعني كل هالتفاصيل هادو فمرحبا بهم على راسي وعينيا. وما تنسوناش بواحد بارطاج أو لشير أو لتشاركوا هذا الفيديو مع الحبيبات والصديقات ديالكم اللي عندهم المشكل ديال الوزن الزائد وبغاو وصفات للتخلص من الوزن الزائد، يعني وصفات سواء للشرب ولا يعني وصفات اللي كيكونوا يعني عبارة عن علاج موضعي فقط. فهاد الشيء اللي كاين البنات، وبسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفة هادي، كيفاش غادي نستخدموها، الطريقة ديال التحضير ديالها، يعني كل هاد لي ديتاي هادو. فبسم الله على بركة الله غادي نبدا بأول مكون معنا في هاد الوصفة البنات اللي هو البصل. البصل عنده بزاف ديال الفوائد، عنده بزاف ديال الاشياء الايجابيه، بزاف ديال الخصائص، بزاف ديال المزايا بخصوص التخلص من الوزن الزائد، سواء يعني كليناه، سواء خدمناه يعني في وصفات طبيعيه للاكل، او لا خدمنا يعني بخصوص التخلص من الوزن الزائد، يعني بوصفات يعني اللي كيكونوا عباره عن علاج موضعي. في اليوم البصله انا خديت يعني نصف بصله واحده فقط وبشرتها ولحكيتها في الحكاكه، وكتصبح لي بهذا الشكل يعني مبشور البصل. فغنحتاجو يعني كاول مكون اللي هو مبشور البصل. بالنسبه لثاني مكون البنات غادي نحتاجو ليه في هذه الوصفه هذه هو معجون الاسنان. اي معجون اسنان عندكم البنات فممكن تستخدموه وغيوفي بالغرض وغيخلصكم ان شاء الله من الوزن الزائد، يعني ماشي بشرط هذا معجون الاسنان اللي انا خديت هنا، اي معجون اسنان متوفر عندكم في البيت فاستعملوه. بالنسبة يعني الثالث مكون معنا في هذه الوصفة هذه فغادي نحتاجو الخل التفاح، أي نوعية عندكم، أي نوعية متوفرة عندكم، خل التفاح رائع جدا البنات بخصوص يعني تخلص من يعني الوزن الزائد، فغادي نحتاج الخل ديال التفاح أي نوعية كما قلت لكم. وغنحتاجو واحد قطعة قطن اللي كتجي بهذا الشكل، وغادي نحتاجو البلاستيك الغذائي ولا السلوفان ولا النايلون، ضروري البنات من البلاستيك الغذائي. فهادو هما المكونات، يعني مكونات ساهلين ماهلين بساط ورخاص، واهم شيء انهم في متناول الجميع. فدابا غنمشيو يعني نمروا المكونات ديال الطريقه ديال التحضير، عفوا يعني المكونات حنا تعرفنا عليهم مع بعضنا البعض، الطريقه ديال تحضير هذه الوصفه والطريقه ديال الاستعمال ديالها. فبسم الله على بركه الله غادي ناخذ واحد الاناء فارغ وغادي نبداو نوضع فيه الكميه اللي غتناسبني ديال البصل اولا مبشور البصل. انا نكتفي بهاد جوج المعالق حتى نشوف عيني ميزاني، ومن بعد غادي ناخذ معجون ديال الاسنان
ونحاول نخلطوا الكل. الى ما كفانيش يعني معجون ديال الاسنان فغادي نعاود نزيد نضيف ملعقه واحده اخرى، يعني على حسب الكميه ديال البصل اللي استخدمتوها. فغادي نعاود نزيد نضيف ملعقه ولا نصف ملعقه فقط، ونعاود نزيد نضيف كميه من البصل اولا مبشور البصل بهذا الشكل. نخلط الكل ونضيف الكمية المتبقية عندي ديال مبشور البصل بالكامل. فالوصفة البنات بعد ما كتصبح لينا يعني بهذا الشكل هذا فهي كتصبح واجده للاستخدام. فقبل ما نستخدمه يعني هاد الوصفه ديال البصل كناخذوا يعني خل ديال التفاح وكناخذوا واحد القطعه ديال القطن بهذا الشكل هذا وكنغمروها مزيان يعني في هذا الخل ديال التفاح بهذا الشكل هذا حتى كنحسوا بها شربات الخل ديال التفاح وعمرات مزيان. من بعد كنطبيوها بهذا الشكل هذا على اي منطقه بغينا نزولوا منها الوزن الزائد، مثلا على سبيل المثال منطقه البطن فكندهنوها كنطبيوها مزيان بهذا الشكل. من بعد كنضيفوا هاد الوصفه هذه على المنطقه ديال البطن بعد ما يعني ضفنا الخل ديال التفاح يعني دهنا به منطقه البطن بقطعه قطن. من بعد البنات كنطبقوا هاد الوصفه هذه على البطن او لاي منطقه واحده اخرى بغينا نزولوا منها الوزن الزائد، ومن وراها كنلفوا هاد البلاستيك الغذائي ولا النايلون ولا السلوفان خمس لفات الى ما فوق، يعني خمسه ديال المرات كتلويو هاد السلوفان هذا باش هكذا المنطقه تعرق مزيان، وانفو يعني تعرق راه كتخرج دهون وهكذا كنتخلصوا من الشحوم ولا الوزن الزائد في اي منطقه يعني كانت عندنا في الجسم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات راها رائعه، كنصحكم غير تبقاو مداومين عليها. بالنسبه للسيدات اللي غيقولوا لي حنا بغينا نداوموا عليها اكثر من 3 ديال الايام مش ممكن، اكيد ممكن البنات تداوموا عليها حتى شهر او شهرين او 3 ديال الاسابيع، يعني ما كاين حتى شي مشكل، فقط تبقاو مداومين عليها يوم ورا يوم كل ليله قبل ما تنعسوا تبقاو تستخدموها لاي منطقه بغيتو. بالنسبه للسيدات اللي غيقولوا لي شحال احنا وحنا يعني مخليين البلاستيك الغذائي وهاد الوصفه هذه على البطن او لاي منطقه فيها وزن زائد، فغنقول لكم خليوها يعني المده ديال 20 دقيقه الى ما فوق، من بعد عاد يعني غسلوا المنطقه مزيان بغيتو تدهنوا المنطقه ديال البطن باش هكذا ما يعني ما يكونوش ترهلات مستقبلا، ما يكونش خطوط حمراء ولا بيضاء. فممكن يعني تاخذوا فازلين ولا اي زيت عندكم، مثلا زيت اللوز وزيت جوز الهند، هاد الزيوت هادو رائعين، حتى زبدة الشيا البنات غتخلصكم من الخطوط البيضاء والحمراء. ممكن تجمعوا هاد ثلاثه ديال الاشياء تخلطوهم في واحد العلبه وتبقاو تدهنوا بهم كل ليله قبل ما تنعسوا من ورا ما تغسلوا من هاد الوصفه هذه، يعني تبقاو تستعملوا زيت جوز الهند زيت اللوز وزبدة الشيا تخلطوهم وتدهنوهم المنطقه ديال البطن كل ليله قبل ما تنعسوا. البنات راه رائعه جدا جدا هاد الوصفه هذه اللي ذكرت الان، فهي ما كتخليش الخطوط البيضاء والحمراء وحتى الترهلات ما تيكونوش بكثره. ف
فكانت هذه الوصفة ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى يا ربي انكم استفدتوا معايا واخا بالقليل ولا بالكثير، المهم تخرجوا باستفادة. ما تنساوناش بواحد بيك لايك لهذا الفيديو البنات، تشتركوا في القناة بالنسبة للسيدات الجدادات على القناة، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف او في ديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو، وموعدي معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. فخليت لكم الراحة والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد.